غل وغيره وليله كبيره والناس مسلكين. النهارده معايا نجم نجوم الاغنيه الشعبيه رقم واحد عند الشارع، عند الجمهور، عند كل اللي موجودين وبيحسوا بهموم واوجاع البني ادمين. غنى للوجع، غنى للالم. برحب بالاستاذ محمد سلطان. حبيب قلبي واخويا استاذ محمد شامي، ده شرف كبير ليا ان انا موجود معاك. ده شرف ليا والله اخويا، ربنا يخليك يا رب. الناس كلها من الفنانين عمالين ما شاء الله ما شاء الله بيركبوا عربيات احدث موديل وبيجيبوا فلل وبيجيبوا قصور، وانت ما بتعملش كده، عمال تصرف في فلوسك في الاغاني. كل اللي بتعمله انك انت تنتج اغاني وتعمل اغاني واغاني كتير جدا. ايه السبب؟ سبب مفيش مطرب من غير اغاني. هو في مطرب ما يلوش رصيد؟ لازم يبقى ليه رصيد في السوق. الحمد لله انا ممكن اجيب عربيات واجيب قصور واجيب كل حاجه الحمد لله، اما بنعمه ربنا في حدث بنكسب والحمد لله. بس انا مفيش مطرب اللي ملوش اغاني، اللي ملوش اغاني ده يبقى مش مطرب. انت عارف يعني اي مطرب رغم شهرته لو ما عندوش رصيد من الاغاني ده ما يبقاش مطرب؟ طبعا ما يبقاش مطرب. انا فرحتي ابقى نجم وما بغني الناس تانية موضوع برضه. وجهه نظر تحترم، ورصيد برضه لاولادك بتهيأ. طبعا امال ايه؟ أو الأغاني دي، ويعني حضرتك يعني لو حد مثلا بعد العمر بتاع ست أم كلثوم ده لو غنى لحن منها مش هيبقى ممنوع وهيدفع فلوس؟ طبعا. طيب لما يجي حد يغني لحن بعد 50 أو 40 سنة هتبقى الأغاني دي بتاعتي، أهل هيطلبوا بحق بعد عمر طويل. ربنا يديك الصحة. طبعا طبعا. أقرب أغنية لقلب محمد سلطان يسمعها لنا تكون إيه؟ وش الخير. قولها لنا. وش الخير. استرها علينا رب، احنا اتملينا غباء، اسف ونقص وكيد ومصلحة وانفاء، وبقينا ليه بنحب نقطع الارزاق. الرزق مش على حد، الرزق على الخلاق. لا بقينا نعرف عيب ولا احترام لكبير، عامل اخوك وحبيبك ما يحب لكش الخير. دي ناس وشها مكشوف غاويين يعضوا ايدك، والنعمة لما تزيد يستكتروها عليك. الخير تشوفه كتير ممنع من الاسواق، اللي عاملنا بحب بنعمله باستهزاء. استرها علينا يا رب، ده احنا اتملينا غباء، دنيا وحالها مخيف والناس قلوبهم طين. اللي عايش نضيف تايه ما بين خاينين، والعمر مش معلوم ولا مين يوصل مين. غل وغيرة وليلة كبيرة والناس مسلكين. محمد سلطان بيغني، اعمل لايك وشير وتابع صفحتنا مذيع الحارة حيفرحك.